منوريني وبشكر كل واحد فيكم على انه تعب ونزل وجيل لهنا ووجودكم هنا. الأساتذة كلهم الكبار شرف كبير لينا. مشروع ذا ميكر زي ما محمد قال هو مشروع تأسيس وتطوير كل شخص بيعمل في كرة القدم، مش المواهب والولاد الصغيرة بس. احنا النهاردة الحمد لله عندنا 50 ولد مقيمين معانا إقامة دائمة، بنديهم فول سكولرشيب بدون أي مقابل، من غير ما يدفعوا ولا جنيه. ولاد من كل المحافظات، من أغلب محافظات مصر. وإحنا مش بنطورهم في كرة القدم فقط، إحنا بنطورهم على المستوى التعليمي، على مستوى تعليم اللغات، على مستوى العقلية، إزاي إنهم يكون عندهم عقلية قوية، إزاي يتعاملوا مع المشاكل، يتطوروا كلاعب كورة. زي ما حضراتكم عارفين إن كرة القدم ما بقتش كورة بس، بقت صناعة، وبمعنى صناعة إن أنت لازم تهتم بكل الجوانب اللي حوالين الملعب علشان تقدر في الآخر إن أنت تنتج لعيب كورة قادر إن هو يسافر بره، ومش يسافر ويرجع، يسافر ويستمر ويتعامل مع الصعاب، ويقدر إن هو يتأدبت أو إن هو يتأقلم مع المجتمعات المختلفة. كل ده بيتطلب إن إحنا نجهزه من سن صغير. الولاد عندنا سنهم من سن 9 سنين ل 13 سنة، وأنا فخور بالمشروع ده، لأن المشروع ده هو مشروع حياتي. وأنا دايماً بقول إن أكبر إنجاز ممكن أكون يعني، أو أنا بتمنى إن أنا أعمله، إن بعد 10 سنين يبقى مشروع ذا ميكر خرج لمصر 15-20 لعيب محترف. لو نجحت في كده اعتقد ان ده هيبقى اكبر انجاز في حياتي، اهم من اي حاجه عملتها في الكوره كلعيب او كمدرب او ايا كان ايه اللي عملته. ولكن فعلا لو طلعت لمصر 15-20 لعيب بيلعبوا في التوب ليفل، دي حاجه انا هفضل فخور بيها طول عمري. بصراحه الكوره كل اسبوع على الاقل 3 مرات ببقى موجود مع الولاد بنفسي، واتكلم معاهم وبشرف على التدريبات بنفسي مع فريق العمل طبعا اللي موجود، اللي كلهم واخدين دراسات على اعلى مستوى. ولكن ذا ميكر مش المنطقه دي بس كريم، احنا كمان دلوقتي بصدد توقيع تعاقد ان شاء الله في الاسابيع القادمه مع جامعه اسليسكا، وبنعمل كورسات. مشروع ذا ميكر بيعمل كورسات تعليميه لكل الـ 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 المجالات المختلفه في كل